مساء الخير مدام عزة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهارده في حدثين مهمين جدا محتاجين حضرتك معانا فيهم، وده غير بقى اللي هيتبعوا من أسئلة إن شاء الله. نبدأ بتقرير التنمية البشرية سيد سفير، ولا نبدأ بلقاء معالي رئيس الوزراء مع اتحاد الصناعات ومجموعة كبيرة منه؟ حضرتك اختاري نبدأ بإيه وأنا تحت أمرك. نبدأ بالمؤتمر الاقتصادي اللي دعا لي سيادة الرئيس، والنهاردة كان في لقاء مهم منذ قليل لمعالي رئيس الوزراء مع مجموعة من اتحاد الصناعات. تفضل. الاجتماع النهاردة هو انتهى للتو، يعني يمكن من أقل من نصف ساعة. نعم. وده بداية الإعداد والتحضير من جانب رئيس الوزراء لتكليفات سيادة الرئيس بالإعداد وتنفيذ يعني أو عقد مؤتمر اقتصادي بحلول نهاية هذا الشهر في شهر سبتمبر. نعم. يتم خلال هذا المؤتمر مناقشة كل الملفات الاقتصادية المهمة المطروحة على الساحة للخروج بخارطة طريق اقتصادية يتم تطبيقها. فالنهاردة رئيس الوزراء اجتمع بمجموعة من كبار رجال الصناعة وكبار رجال الأعمال بحضور السيد وزير التجارة والصناعة، وتم مناقشة يعني بشكل مبدئي ما هي الأفكار المبدئية التي يعني في موجودة حاليا في أذهان رجال الصناعة، وما هي متطلباتهم، وما هي تعليقاتهم، وما هي رؤيتهم أيضا لشكل الورقة التي ممكن أن يقدموها ويناقشوها خلال المؤتمر الاقتصادي. وتم الاتفاق ان هم ان شاء الله هيصيغوا هذه الورقه بحيث تتضمن كل الافكار المطروحه من جانبهم وطلباتهم ايضا لتتم مناقشتها خلال او تطرح على اروقه المؤتمر. وفي اطار التحضير ايضا رئيس الوزراء وعدهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه وصولا الى المؤتمر نفسه هيلتقي ب يعني اتحاد يعني ممثلي اتحاد الصناعات. يعني نسيت اذكر ان هو كان موجود طبعا رئيس اتحاد الصناعات الاستاذ محمد السويدي. وهيكون حاضر لكل لقاءات رئيس الوزراء القادمه مع كل شعبه من شعب اتحاد الصناعات على حده. يعني هيلتقي بشعبه اتحاد الصناعات الهندسيه، الصناعات الكيماويه، صناعات الجلود. يعني ان شاء الله رئيس الوزراء هيعمل سلسله لقاءات على اعتبارا من الاسبوع القادم. دي برضو في اطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي، لان اكيد كل شعبه لها مطالب مختلفه. صحيح. عن الشعبه. صحيح. الاخرى ليها رؤيه مختلفه. بالاضافه طبعا هيكون في مطالب عامه، هتجتمع كل الشعب على مطالب محدده. هيقوم اتحاد الصناعات ممثلا في الاستاذ محمد السويدي بتقديمها نيابه عن الاتحاد، لكن المطالب الاخرى الفرعيه ستكون ايضا محل اهتمام. سيد سفير، احنا هنا بنتكلم على كل ما هو شعب لها علاقة بالصناعة، ايضا هيكون في لقاء مع بما فيهم رجال اعمال اعتقد، مش كده برضو؟ ولا فكرة اللقاء هيبقى في متخصصين، هيبقى في اقصد هنا متخصصين في المجال الاقتصادي، بتكلم على المؤتمر مش على اجتماعات معالي رئيس الوزراء. المؤتمر هيضم ايضا مجموعه من المتخصصين والاساتذه الاقتصاد. بكل تاكيد هو الصناعه هي جزء من الاقتصاد بشكل عام. يعني اذا كان النهارده الحديث رئيس الوزراء كان مخصص او مركز على الصناعه، ده لانه كان مجتمع باتحاد الصناعات او ممثلي اتحاد الصناعات، لكن الاقتصاد يعني اهم واشمل من الصناعه فقط، يضم كل مجالات النشاط الاقتصادي، حتكون محور الحديث ومحور النقاش جاد ومستفيض ومتخصص في خلال المؤتمر الاقتصادي اللي هيعقد في نهايه هذا الشهر. وده طبعا سياقات التحضير له مختلفه، يعني يعني من خلال مجلس الوزراء ومن خلال السادة الوزراء هيتم التنسيق ويتم التحضير لهذه الاجتماعات او لكل فروع الاقتصاد بشكل متوازي، وصولا ان شاء الله ان احنا يعني بشكل مجمع يكون غطينا كل الموضوعات اللي هتكون محل نقاش لنخرج كما قلت في البدايه لنخرج بخارطه طريق للاقتصاد المصري، وده طبعا لا ينفصل عن الحوار الاشمل والعام اللي هو الحوار الوطني صحيح. الجاري حاليا، وهو بمثابه مظله كبيره
تناقش في أروقة أيضا موضوعات اقتصادية، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك. الكل يعمل من أجل صالح هذا الوطن، والكل يعني مدعو للمشاركة بما لديه من أفكار، لأن تعدد الأفكار يسري الحوار ويسري طبعا مهمة المجتمع المهم كل تأكيد. بالأمس كان معالي رئيس الوزراء أيضا كان لي لقاء مع مجموعة من المهتمين بالشأن السياحي أو بقطاع السياحة، وصرح أيضا معالي رئيس الوزراء بأنه أي حاجة هيطلبها قطاع السياحة للنهوض بهذا القطاع هيتم تنفيذها، وكان بيتكلم على استهداف بنتكلم فيه 30 مليار دولار، ده استهداف بيتمنى من السياحة أو من قطاع السياحة. هل أيضا في معوقات تم طرحها على رئيس الوزراء من جانب العاملين أو المهتمين بقطاع السياحة؟ يعني هو حوار الأمس مع المستثمرين السياحيين كان يعني كعادة رئيس الوزراء كان حوار اتسم بالصراحة، صرحهم بكل شفافية بأن الأرقام الحالية للسياحة المصرية رغم كل الجهود المبذولة تظل أرقام غير مرضية، غير مرضية بالمقارنة بإيه؟ غير مرضية بالإمكانات الكبيرة جدا التي تمتلكها مصر. يعني ربما لا توجد دولة في المنطقة تمتلك ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية، وفي المقابل بنجد دول تمتلك مقومات أقل مننا بكثير تحقق أضعاف العدد السائحين الوافدين إليها. وده السؤال البسيط اللي كلنا بنسأله فعلا يا سيد السفير. ده بالضبط، يعني ده احنا كلنا مستغربين لماذا دول جوار لدينا في حوض البحر المتوسط ليس لديها ما لدينا من امكانات سياحيه ومقومات وتنوع كبير جدا في المقاصد السياحيه تحقق اعداد كبيره جدا. فمن جانبهم المستثمرين السياحيين طرحوا رؤيتهم لكيفية النهوض بالحركة السياحية، يعني من أهم الأفكار المطروحة والتي بدأ تطبيقها بالفعل هو تسيير رحلات طيران منخفضة التكاليف، لأن هذه الرحلات هي اللي بتمكن أي داخلية ولا الخارجية؟ الخارجية اللي يستطيع السائح اللي موجود في أوروبا أنه يدخل على أي تطبيق إلكتروني ويختار الرحلة، يعني يختار رحلة الطيران أو يشتري رحلة الطيران المناسبة له، وعن طريق نفس التطبيق يختار أو يحجز الفندق الذي سيقيم فيه دون الحاجة إن هو يروح لمنظمي الرحلات. يعني إحنا نستطيع فعلا إن إحنا نزود السياحة الوافدة إلى مصر أو نضاعفها لو تمكن المواطن اللي موجود في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أستراليا أو أفريقيا أو أي مكان في العالم إن هو عن طريق يعني مجهوده الذاتي يدخل يشتري رحلة طيران ويجد رحلة طيران منخفضة التكلفة ويدخل أيضا يحجز غرفة الإقامة في أي فندق يختاره من خلال الفنادق المتنوعة بدءا من 3 نجوم وحتى ما نجوم أكثر من ذلك، ويأتي إلى مصر ويكون هو المنظم لرحلته، يعني لا يعتمد فقط على منظمي الرحلات والشركات، يكون هو المنظم لرحلته. في هذه الحالة سنستطيع أن نستقطب أو نضاعف أعداد الحركة السياحية الوافدة. وده جزء صعب تنفيذه علينا؟ لا مش صعب تنفيذه خالص. هو الفكرة إن الدولة ومن خلال وزارة الطيران وشركة مصر للطيران وكل الجهات المعنية بدأت بالفعل موضوع إن إحنا نستأجر طائرات، وهذه الطائرات يعني مش هنشتري طبعا لان شراء الطائرات مكلف، لكن ايجار الطائرات هيمكننا من ان احنا نستغل هذه الطائرات في تسيير رحلات طيران منخفض التكلفه، ودي رحلات طيران بتناسب السائحين اللي هم عايز يعمل رحله او ينظم هو الرحله بعيدا عن منظمي الرحلات او الشركات السياحيه، وما اكثر هؤلاء السائحين اللي هم بيفضلوا ان هم يكون هو قائد رحلته. دي طائرات شارتر يا فندم اللي حضرتك تقصدها ولا مش بالضروره؟ لا هي مختلفه عن طائرات مختلف. الشارتر هي رحلات يعني لها موعد قيام محدد. تمام فهمت. وتستطيع حضرتك من خلال الدخول على الابلكيشنز المختلفه التطبيقات المختلفه مش عايز اقول اسمائها يعني تمام تختاري انا حضرتك مقيمه في الولايات المتحده عايزه تيجي مصر حتى هتدخلي على هذا التطبيق هتجدي هذه الرحلات الطيران
تدفعي ثمن الرحله خلاص وتاتي الى مصر، مش هتلجئي هتحتاجي تلجئي الى شركات سياحيه او منظمي الرحلات. نعم. وده نوع وده السبب الاساسي اللي بيمكن دول اخرى في حوض البحر المتوسط انها تستقطب الكثير من السائحين، انها بتسير او شركات الطيران التابعه لها تسير مثل هذا النوع من رحلات الطيران منخفض التكلفه. ده السبب الرئيسي ولا السبب الاوحد؟ لا سبب رئيسي سبب رئيسي آه. لكن في اسباب اخرى يعني. نعم. لكن في اسباب اخرى كيفيه التعامل مع السائح احد الاسباب. نعم. ثقافة التعامل مع السائحين سواء والتعامل مع السائح ليس مهمة فقط من يبيع ويشتري او يتعامل معه السائح، هي مهمة كل مواطن مصري بالضبط كده. آه. هي مهمة ووظيفة كل مواطن مصري يقابل هذا السائح حتى في الشارع. نعم. أنا يجب ان يكون لدي كمصري ثقافة التعامل مع السائح اعتبارا من وصوله للمطار وحتى مغادرته المطار وما بينهم وما بينهما، ده يبقى لما السائح يتجول في الشوارع، وما بينهما معناه أنه لما يذهب إلى منطقة سياحية ويشتري شيء ما، وما بينهما معناه أنه لما يروح المتحف، وما بينهما معناه أنه لما يركب وسيلة مواصلات عامة سواء تاكسي أو عام أو أي وسيلة كانت، هناك ثقافة لكيفية التعامل مع السائح واحترامه وتقديم كل يد العون له. ودي طبعا مهم جدا ان احنا نعمل على هذا الملف. عشان كده لما حضرتك قلت لي الطيران منخفض التكاليف هو السبب الرئيسي ولا الاوحد، لا هو السبب الرئيسي، لان هناك اسباب اخرى وعوامل اخرى يمكن ان تنجح او تزيد الحركه السياحيه في مصر. طيب سيد سفير، النهارده التقرير ظهر، التقرير الجديد للتنميه البشريه، و مصر قفزت 19 مركز. أنا محتاجة قراءة في هذا التقرير، لأنه ممكن المواطن العادي ما يبقاش عارف إيه الأسباب اللي خلتنا من السنة اللي فاتت نطلع 19 مركز، نتقدم 19 مركز. بعد إذن حضرتك تفضل. طبعا هو التقرير ظهر فعليا يوم الخميس، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشكورة يعني أصدرت بيان صحفي وشرحت فيه جوانب هذا التقرير. لكن أنا بشكر حضرتك أنك يعني من البرامج من أوائل البرامج التي تصدت لهذا الموضوع المهم جدا، وهو إلقاء الضوء على ما حققته مصر في تقرير التنمية البشرية. أيوة. تقرير التنمية البشرية بيصدر عن الأمم المتحدة، وطبعا ما فيش بها أكثر حيادية وحوكمة من الأمم المتحدة، ومن هنا القيمة، وطبعا من ناحية القيمة بكل تأكيد. نعم. هي جهة لا تجامل أحدا، لا تجامل دولا، وإنما تتعامل مع أرقام وواقع مجرد واقع دراستها لحالات الدول المختلفة. أيوه. التقرير ده بيغطي العام 2021، عشان نعرف بس صعوبة هذا التقرير في هذا العام. أيوة. يكفي ان احنا نقرا العنوان بتاعه، يعني كل تقرير في كل سنه هو بيصدر من سنه 1990. نعم. يعني ده التقرير رقم 32 بيصدر سنويا. نعم. هذا العام اختارت الامم المتحده عنوان لهذا التقرير. لسه هسال حضرتك، هم اللي مختارين هذا العنوان؟ هم اللي مختارينه، ودايما بيحاولوا ان هم العنوان يعكس حاله العالم في السنه اللي تم اعداد التقرير فيها. نعم. اتفضل كده العنوان. إن عنوان هذا التقرير زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار. أيوة. ده طبعا عنوان معبر جدا جدا عن الظرف القاسي اللي تم إعداد التقرير فيه في 2021. أيوة. اللي الدول كانت ما زالت تعاني من تداعيات جائحة كورونا. أيوة. والظرف القاسي ده هو اللي تسبب في إن 90% من دول العالم مؤشراتها في هذا التقرير انخفضت في عام 2020 و2021. أيوة. ومن الجميل ومن الأشياء التي تدعونا جميعا لأن نفخر ببلدنا أن مصر كانت من الدول 10% الاستثناء، اللي هي مؤشراتها ارتفعت. مؤشر التنمية البشرية في مصر ارتفع 19 مركز في 2021. كنا رقم 116 على العالم. نعم. أصبحنا 97. وطبعا دي ليست نهايه المطاف، احنا سعداء ان احنا تقدمنا 100 يعني 19 مركز واصبحنا من الدول القلائل جدا اللي شهدت ارتفاع في هذا المؤشر، رغم ان 90% من دول العالم شهدت انخفاض بسبب
تداعيات الجائحة والظروف الاقتصادية المختلفة التي مرت في العالم. إلا أن مصر الحمد لله بفضل الجهود اللي بتقوم بها الدولة المصرية في النهوض. ألو ألو سيد السفير. ألو. طيب نحاول كده نتواصل تاني مع سيد السفير نادر سعد، لأنه مهم جدا حضراتكم كمان تعرفوا اللي هم حطوه في الاعتبار وهم علشان مصر تقفز ال 19 مركز ده، حطوا في الاعتبار ايه؟ لانه يعني لما ناس تيجي تكلمك وتقول لك ايه هو يعني موضوع حياه كريمه ده مش ممكن يتاجل شويه، ده موضوع حياه كريمه ده اتحط في الاعتبار، وهو ده كان من سبب من ضمن الاسباب لقفز ال 19 مركز في تقرير التنميه البشريه العالمي اللي كان بيكلمنا عنه سيد سفير نادر سعد. هل ده رجع لنا سيد سفير؟ الو الو سيد سفير. عفوا يا فندم، عفوا التليفون فصل. طيب كنت لسه بقول للسادة المشاهدين سيد سفير انه المعايير كانت ايه؟ كان محطوط ايه في الاعتبار الاسباب اللي خلتنا نقفز ال 19 مركز دول؟ الاسباب الرئيسية اللي خلتنا نقفز ال 19 مركز هو الارقام التي انفقتها مصر على مجالات التعليم والصحة والارتقاء بحياة المواطنين، زي مبادرة حياة كريمة وما تستهدفه من تحسين جودة الحياة لستين مليون مواطن. كل هذه العوامل أخذها التقرير في اعتباره، وبناء عليه صعدت مصر هذا الصعود. والصعود ده زي ما بقول لحضرتك، ما يسعدنا في هذا الصعود أنه بيأتي في ظل يعني وقت صعب جدا يمر به العالم، و90% من دول العالم مؤشراتها بتنخفض، لكن مصر بترتفع وفقا لهذا التقرير المحايد الذي وضعته او تشرف عليه وتجمع كل ارقامه ومستهدفاته الامم المتحده. ففي ظل هذه الظروف الصعبه مصر بترتفع بفضل الانفاق على التعليم وبفضل ما احدثته من نقله في تطوير القطاع الصحي والمبادرات المختلفه التي تم تدشينها، مبادره القضاء على فيروس سي، مبادره 100 مليون صحه، وما قامت به مصر ايضا في مواجهه جائحه كورونا، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحيه كلها، ومبادره حياه كريمه بكل طبعا جوانبها المختلفه. كل هذه الجهود التي قامت بها الدوله مكنتنا وجعلت مصر ترتفع 19 مركز. عايز اربط ده بما حدث من رقم مهم جدا حققته مصر ولم يتحقق منذ 15 عام، وهو معدل النمو في العام المالي 2021-2022. مصر حققت معدل نمو 6.6% معدل نمو. هذا الرقم هو الأكبر منذ 15 عام. منذ 15 عام لم تحقق مصر هذا الرقم، وهذا الرقم يتحقق رغم ان الربع الاخير من العام المالي اللي حققنا فيه 6.6 هو الذي شهد بدايات الازمه الروسيه الاوكرانيه بكل تداعياتها السلبيه جدا على العالم. يعني رأي لو ما كانش لولا هذه الازمه كان معدل النمو هيرتفع ايضا عن 6.6. نعم. طيب لما نضع يعني او ننظر الى الرقم النمو اللي حققته مصر ولم تحققه منذ 15 عاما اللي هو 6.6%، وننظر الى تقرير التنميه البشريه، احدث تقرير صادر عن الامم المتحده اللي بيقول مصر تقدمت 19 مركز وحققت شيء لم يحققه سوى 10% فقط من الدول اللي هي ارتفعت مؤشراتها. ده يدل على ان هناك مجهود يبذل وهناك قرارات وسياسات ناجحه، ولان الاكيد الارقام دي ما تحققتش من فراغ. طبعا الارقام دي وراها سياسات ناجحه بتطبق وقرارات بتتخذ وتخطيط علمي مدروس هو اللي قادنا في النهايه ان احنا مؤشراتنا بترتفع. مؤشراتنا الدوليه وفقا لتقرير التنميه البشريه. وايضا نحقق على المستوى الداخلي معدل نمو لم يتحقق منذ 15 عام، وده بيرد على كل حملات التشكيك المثارة حاليا حوالين يعني الارقام خير دليل زي ما بنقول. ويعني ما فيش
التقرير التنمية البشرية نحن لسنا طرفا فيه. كل ما نقوم به ان احنا الارقام اللي بتطلب مننا او الوثائق اللي بتطلب مننا الامم المتحدة تقدمها بنقدمها. وهي يعني الامم المتحدة تمتلك من الامكانات انها تستوثق من الارقام وتتاكد من صحيح. انها يعني ذات الارقام الحقيقية. فبناء عليه هذا التقرير المحوكم اثبت ان مصر حققت تقدما في على صعيد التنمية البشرية في هذا البلد. فكل الشكر لكل يعني مصري مخلص ساهم على مدار الأعوام الماضية في يعني أن يدفع بهذا البلد قدما. شكر موصول أيضا لمعالي رئيس الوزراء الحقيقة على المجهود اللي بيقوم به. ده حق وليس نفاق الحقيقة سيد سفير. مجهود محسوس لدى الجميع. يعني مجهود للدولة المصرية كلها وكل وزارتها وكل الجهات المعنية أسهمت في ما وصلنا إليه الآن ونفتخر به فيما يخص تقرير التنمية البشرية. في صعوبات أي نعم في صعوبات ده أكيد في صعوبات طبيعية زي أي دولة في العالم طبيعي. بسبب الأزمة العالمية الأزمة الاقتصادية العالمية أكيد لكن بفضل مجهودنا كلنا إن شاء الله هنتجاوز هذه الصعوبات وهنتمكن يعني دايما تجد صعوبات سابقة نستطيع. ما أنا دايما بقول كده بقول صناعة الأمل إحنا نستطيع. نعم نستطيع وهتعدي وهتبقى ذكرى من ضمن الذكريات إن شاء الله إن شاء الله يا سيد سفير. فرصة بقى وحضرتك معايا بقى يمكن يعني كده نطمن الناس أو نقول لهم بعد إذن حضرتك فيش أخبار عن قانون التصالح؟ لا في أخبار طب حلو إن شاء الله يا رب تكون حلوة بس نكمل المكالمة بقى بالأخبار الحلوة. طبعا ده أكيد لازم نكمل هذه الأخبار السعيدة فيما يخص قانون أو تعديلات قانون التصالح. هناك توجيهات من رئيس الوزراء إن شاء الله ننتهي كمجلس وزراء من مناقشة هذه التعديلات خلال هذا الشهر قبل نهاية سبتمبر قبل نهاية هذا الشهر. قبل الشهر ده اللي هيحصل؟ قبل الشهر ده توجيه من رئيس الوزراء قبل نهاية الشهر يكون مجلس الوزراء قد انتهى من مناقشة التعديلات وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب علشان إن شاء الله بعد عودة مجلس النواب من العطلة البرلمانية تكون تعديلات قانون التصالح من أوائل المشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب بعد عودة. فنطمئن الجميع أولا لا ما أنا عايزة بقى نطمئن ايوه التعديلات دي هيبقى فيها ايه اللي كان موجود الجديده هتعالج هتعالج الحالات التي لم يعالجها القانون في صورته الحاليه زي. هتفتح الباب امام يعني تصالحات في بعض المخالفات التي لم يكن القانون الحالي يسمح في التصالح بشانها بعض زي الحالات زي ايه برضه قول لي زي ايه يعني هيكون في تصالحات معينة فيما يخص قيود الارتفاع لأن قيود الارتفاع من ضمن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح لا إن شاء الله حيكون في تسهيلات فيما يخص المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع يعني ده مثال فقط يعني من ضمن حالات حيتم فتح الباب للتصالح بشأنها. طبعا ستظل هناك حالات لا يجوز التصالح بشأنها وهي مثلا في حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى طبعا أكيد عمر يعني لا أستطيع كحكومة ولا كأي جهة تضيع حياة الناس بالضبط لأنها بتؤثر على حياة الناس دي أشياء لا يجوز التصالح فيها لكن القانون الجديد أو التعديلات الجديدة هتتضمن تصالحات في حالات لم يتضمنها القانون في نص الحالي فده أول شيء بنطمئن الناس بيه. الشيء الثاني اللي نحب نطمئنهم انه ان شاء الله ده هيكون قريبا لان لما توجيهات رئيس الوزراء ان احنا ننتهي كمجلس وزراء في هذا الشهر شهر سبتمبر من مناقشه التعديلات فده معناه ان شاء الله مجلس النواب بعد عودته هيكون هيتمكن من مناقشه هذه التعديلات وانا اعلم ان مجلس النواب والساده اعضاء المجلس الموقرين يلون هذا الموضوع اهميه بالغه لان كل الدوائر الانتخابيه لا تخلو من اصحاب يعني مصلحة فيما يخص قانون التصالح ولديهم يعني قضايا أو في ناس أصلا ما قدمتش على طلبات تصالح يا سيد سفير وهي عندها مخالفات هل القانون اتعرض لده دول جزء من بعض الناس
التعديلات الجديدة يعني، لكن لا أعلم النص. التعديلات الجديدة هتتضمن يعني طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم للتصالح. بس طبعا احنا بنتكلم عن المخالفات القديمة المرتكبة، مش مخالفات حديثة بنتكلم عن مخالفات من شهر ولا شهرين ولا حتى سنة، لا احنا بنتكلم عن المخالفات التي تمت من بداية تطبيق أو قبل بداية تطبيق قانون التصالح اللي هو في 2019 القانون الحالي اللي هو مازال مازال مطبق حتى الآن. فالنصوص الجديدة التعديلات الجديدة تتضمن نصوصا تتعامل مع حالات هؤلاء الذين لم يتقدموا، لكن طبعا ليس لدي النص لكي أقوله، لكن احنا بنتكلم في أيام ربما، ويتم الإعلان عندما يقرر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة. سيعلم الجميع النصوص الجديدة المعدلة والحالات الجديدة التي سيتم فيها أو سيتم فتح الباب فيها للتصالح. طيب سيد سفير، سؤالي الأخير لحضرتك بخصوص هذا الملف، ملف المخالفات التصالح عفوا. احنا هنا بنتكلم على تم تدارك كل المشاكل اللي كانت مضايقة الناس في القانون اللي فات بالظبط كده، ولا توصلتوا للقانون اللي هيطلع او ملامحه بناء على حوار مجتمعي حد حصل مع مين، ولا ده قرار الحكومه؟ هقول لحضرتك اي قانون في الدنيا مهما استغرقت وقتا لاعداده ودراسه مشروع القانون وفتح حوار مجتمعي عليه ومناقشته في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب، كل ده كوم وتطبيقه على أرض الواقع يعني شيء آخر. يفرق جدا. يفرق جدا طبعا. التطبيق هو اللي بيبين بالفعل أو بيفتح المجال لاستكشاف ثغرات ومشكلات ربما لم نكن لنتبينها من مجرد المناقشة المجردة لبنود القانون. وده اللي حصل في قانون التصالح في مخالفات البناء. على مدار العامين اللي تم تطبيقه فيهم وعلى مدار العامين اللي تم فتح الباب للتصالح والناس تقدمت بملفاتها، أدركنا نقاط الخلل أو نقاط الضعف في نصوص القانون الحالي. ومش بس نقاط ضعف، ربما كانت هي نقاط يعني ليست ضعيفة من الناحية القانونية، لكن تبينا أن احنا من الأوفق أن احنا نفتح الباب أو نتساهل أكثر لكي نسهل حياة الناس. احنا من البداية ان الهدف من هذا القانون هو تيسير حياة الناس، وان يكون المواطن المصري اللي قاعد في مبنى يعني وقد خالف القانون بعد ان يتصالح يكون مطمئنا من اي عقوبة ويعيش حياة مستقرة بالضبط، ويستطيع ان يسجل العقار في الشهر العقاري ويمارس حياته الطبيعية. فكان ده من المستهدفات ان احنا النصوص الجديده اللي هتاتي او هيتم اقرارها ادخلت مزيد من التيسيرات والتسهيلات لتجعل حياه الناس ايسر، وزي ما بقول ما كنش هنتبين ده لولا التطبيق الفعلي على الارض. تمام. اشكرك فندم، شكرا جزيلا سيد سفير نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء. واضح انه الايام اللي جايه هتحمل مفاجآت سعيده جدا فيما يتعلق بقانون التصالح.